إنه وبالنظر لخصوصية المهام الموكلة للقوات البحرية والمرتبطة أساساً بمميزات الموقع الجغرافي لبلادنا الذي يطل على الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط المتسم عبر التاريخ بطابعه الاستراتيجي والحيوي، ليس لكونه شريانا أساسيا للتجارات الدولية والتواصل الإنساني فحسب، ولكن أيضا لكونه مجالا للتنافس العسكري والاستراتيجي بين القوى الفاعلة في العالم. قلت فبالنظر لذلك يصبح من الحتم على قوتنا البحرية باعتبارها جزءا أساسيا من مكونات قوام المعركة للجيش الوطني الشعبي أن تؤدي المهام المحورية المخولة لها بجاهزية عالية وبروح متحفزة وحس رفيع بالمسؤولية. مجمع زيرتيب يتمنى لكم رمضان كريم. زيرتيب أول قناة إلكترونية في الجزائر.